السلام عليكم. الدرس ديالنا اليوم غادي يكون شامل على الباست سيمبل، على الماضي. غنتعلموا كيفاش نهضروا به، وقتاش نهضروا به، وكيفاش نهضروا به، والاشارات ديالو. واهم حاجه هي الناس اللي بغاو يتحدثوا باللغه الانجليزيه، نعطيكم واحد الخدعه بسيطه كيفاش يمكن لك تهضر بالانجليزيه ولو انك ما حافظتش الايريغولار فيربس، حيت معظم التلاميذ والناس اون جينيرال عامه ما كيعرفوش الباست اوف سويم، كيفاش نديرو الباست ديال شي فيرب اخر، سورتو الايريغولار فيربس. سو غنقول لكم واحد القضيه سهله كيفاش يمكن لكم تجيبوا جمله في الباست ولو انكم ما حافظينش داك الفيرب في الايريغولار باست فورم ديالو. alright فيرب ايريغولار فيربس راه كنزيدو او دي، ولكن الايريغولارز هما اللي كيتبدلوا كومبليتوم تماما. حنا قرينا في بريزنت سيمبل كيفاش نكونوا جمله بالانجليزيه. الوغ جمله بالانجليزيه كتبدا subject yak and then you have tuma verb, the last thing akhir haja is the object. Okay, so subject huwa I, huwa Ahmed, okay, huwa Celia, هي اي فاعل جبتو. alright now for the verb. Verb in the present قرينا، اللي ما شافش دابا ندير لكم وتفرجوا في simple present. ولكن دابا حنا كنهضروا على الباست. الباست قلنا فيه جوج ديال الانواع، تو ياك، فيه يا اما الفيرب غادي نزيدو له اودي، كنضيفو اودي، اولا سا شونج كومبليتوم، كيتبدل في خطره كله، بحال جو كتولي وانت. اوكي الو، هذه هي لا ليست اللي غنحفظوها. ديجا درت لكم واحد الفيديو كيفاش يمكن لكم تحفظوها، غير اليوم جمعت لكم الفيديو كامل ديال باست سيمبل. alright now كيبقى الاوبجيكت. هنا الاوبجيكت تجيب اللي يعجبك، whatever you want to. ناخذ واحد الاكزامبل، فور اكزامبل سيليا، فور اكزامبل ناخذ في ايدي فينيش، ولكن فينيش از ان ذا بريزنت، حنا بغينا نردوها ان ذا باست. هتقولي ليا احنا ردينا الباست فينيشد. اوكي سو سيليا فينيشد هير تيست، الامتحان ديالها. ناو اللي غنتعلمو اليوم هو لا ليست اللي حنا صعيب علينا نحفظوها بعض المرات، ولو انها سهله شي شويه. اوكي اذا نشوفوا الدرس كله ديال باس سيمبل ونعطيكم الخدعه في الاخر. يلا ليتس دو ات. هالو ايفريوان، today's lesson is about grammar. We are going to learn past simple. السلام عليكم. الدرس ديالنا اليوم غيكون على الماضي البسيط، past simple in English. So we will learn three things. غنتعلمو ثلاثة الحوايج معاه. Number one, in communication. يعني غنكون كنهضر. How can I use it? When can I use it? And what are the keywords? So question number one, when can we use past simple? متى نستطيع نستعملو past simple? Okay. Number two, how can I use this past simple? كيفاش يمكن لينا نستعملو الباست سيمبل في الهضره ديالتنا وفي كتابتنا. The last part which is important، الناس المدرسه اكثريه، what are the keywords، الاشارات اللي كيبينوا واش هذا present او لا past او لا future. So let's see these three types together or the three questions together. اجيو نشوفو هاد ثلاثه الانواع ولا ثلاثه الاسئله اللي عندنا باش نفهمو الباست سيمبل مزيان. الدرس اليوم راه بسيط حيت خدينا اصلا لا باز مع السيمبل present. So let's do it. So normally we have three important tenses. عندنا ثلاثه ديال الازمنه اللي كنقول تنس باش تفهموني. اوكي اي رايت هير. سو تنس راه ات مينز تايم، زمن، الوقت، ماضي، الحاضر، مستقبل. اوكي سو توداي وي ار توكين اباوت ذا باست، ما وصلش للبريزنت. اوكي وي ار ان ذا باست ناو. سو وين تو يوز باست سيمبل، متى نستطيع استعمال الماضي. So it's easy. Of course when the action happened in the past، ملي كيكون حدث وقع في الماضي راه كنستعملو past simple. So we use past simple when the action، ملي كيكون الحدث is finished، انتهى صافي. Finished ايدي، عقلوا على ايدي راه هي past. Finished and completed. Again شو ايدي؟ It means انتهى، حدث كامل انتهى، كنستعملو simple past. اذا حدث وقع in the past غادي نستعمل ناخذ الفيرب وغنحطو في
غتقولي كيفاش نحطو انا في الباس غادي نشوفو هذا دابايا. Let's move on. Alright now, so how do I use it? كيف؟ How do I use استعملو؟ It means past simple. How do I use past simple? Now, verbs in past simple are of two types. أنواع الأفعال في الماضي هما جوج أنواع. We have regular verbs and we have the irregular verbs. Now, what is regular verb? سهلة، كتاخد verb فعل وغادي نزيدو ed. Regular verb, it means you take the verb and you add ed. صافي. For example, play in the past played. شنو زدنا غير ed. Alright, so you have play played, finish finished, okay, complete completed. كنزدو غير اد في الاخر. بعد مرات كنبقاو هذيك اد تي. انا نقولها لكم من بعد. ناخذ دابا irregular verbs. Now, what is the irregular verbs? It means that they change completely. كيتبدلوا في خطره. For example, go. In the past كتولي لنا went. ما زدناش اد، لا بدناها في خطره. هادو هما اللي كيتسموا irregular verbs. هما واحد لا ليست. You have a list. انا غادي نعطيها لكم ونخدموا عليها. Alright? So, this is how we can use it. هكا طريقه الاستعمال ديال الماضي. You take the verb. بعد مرات كيكون regular كنزيدو له اد، بعد مرات كيكون irregular كيتبدل في خطره كومبليتوم. Alright, now let's see the positive form, the negative form and the question form. We start with verb to be. غنبداو to be ديما. يعني let's do it. So we have to be now in the past. To be in the past we are going to start, غادي نبداو positive form, then negative form and the question form. نفس الطريقة اللي خدمنا عليها في simple present. غير في simple present قلنا كتولي لنا to be am ولا is ولا are. This is the present. Now for the past to be كتولي لنا was or were. فين غنستعملو was أو وقتاش غنستعملو were؟ نشوفوها دابا. So with the positive form بشكل إيجابي, what happens when you have I, ملي كتكون عندنا I, he, she and it كنستعملو was. And when you have we, you and they, we use were. خلاصة, we use was with the singular and we use were with the plural. ألوغ أي حاجة هي في المفرد وفي الماضي هنستعملو was. Were, it's in the plural. أي حاجة فيها الجمع غنديرولها were in the past. For example, the book was, it's book, singular. Now, the books, plural, جمع, نقولو the books were. The student was ولا were? Student was. And the students, S at the end, plural, جمع, نقولو were. Alors, was, مع singular, were, مع plural. Now, what about the negative form? Easy, سهل, ما نبدلو والو. Again, I, he, she and it. هيا خدينا was, but we add not. كنزيدو غير not. So you have was not. We, you, they, were not. Now, short form, of course, عقلتو حتى في simple present, كنحيدو غير o, كنديرو apostrophe. So wasn't, short form of were not is wouldn't. Alright? كاتك negative, لا. Now, what about the question? The question تاهي it's easy. غير غادي نقلبو. Look what happens here. هنا قلنا I, he, she, it was. I was, he was, she was, it was. في question form غنبداو was. Okay? L'inversion sujet. Inversion of the subject. So you have was I, was he, was she, was it, because it is a question. عليها قلبنا. Again, were you, were we, were they, هل كانوا. Again, قلبنا حيت عندنا a question. So when you have a question, غادي نقلبوا subject مع to be. Alright? Now, let's see what happens with the other verbs. اشنو كيوقع مع الافعال الباقيه.
Let's do it. So now we see the rest of the verbs, how they are conjugated in the past. دابا غادي نشوفوا باقي الافعال كيفاش كيتصرفوا في الماضي. So you have again the positive form. سهل. I, you, he, she, it, we, you, they. All the subjects. غناخدو الverb and we add ed. So the verb is call. يتصل. So in the past, اتصلت بك. اتصلت بها. I called her. In the past. قلنا ed واش regular ولا irregular. Regular. علاش عرفنا منتظم regular حيت فيه ed. So in the past, I called her. Okay. Now, number two, in the negative form. Again, I, you, he, she, it, we, you, they. ولكن هاد المرة لاحظوا. We have not. Plus the verb. So when you have not, بحال simple present. Again, we need the auxiliary. خاصنا الفعل مساعد. في present كان هو دو. I do not speak العقلتو. She does not speak. Can't do, can't does. In simple past كان غير وحدة. اللي هي in the past. Did. So نقولو لم أتصل بها. I did not call her. What happened to call? واش غنديرو ED؟ لا. You don't conjugate the verb. ما غنصرفوش الفعل. علاش؟ حيت ديجا سبقنا وجبنا did the auxiliary. And the role of the auxiliary is to put the verb in the infinitive without you. To block the verb. الدور ديال الاوكسيليير فعل مساعد كيبلوكي لينا الفعل ما نصرفوش. Did he call? Did she play? ماشي played. Okay. Now, what about the question form? Again, مرة أخرى. You have a question. Yeah? Now, if you have a question, هو الverb ما غنقيسوش. But I'm going to the beginning of the sentence. وغادي نجيب the auxiliary. How تاني? Did. صافي غادي نبدا غير بديد ونخلي كل شيء كما هو. So you have did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they, call. Now يمكن لكم تجيبوا any verb you want. جيبوا أي فعل بغيتوا ماشي غير call. For example, I رأيتها. I see. غير هي see is in the present. حنا بغينا the past. So what is the past of see? هي لا ليست غنحفظها لكم من بعد هي so. So see it's in the present. بنردوها in the past غتولي ليها I saw her. رأيتها شفتها. Okay. عاوتاني هنا ما شفتهاش. I again didn't. إلا بغيتو short form I didn't see. رجعناها في infinitive. علاش؟ حيت عندنا the auxiliary did. Alright? Again, عاوتاني. Did I, did you see her? ما نبدلو والو كنخليو see هي see. So what happens here? اش ممكن يوقع لينا هنايا؟ It's easy. كنجيبو did when we have did. ملي كتكون جملة فيها not the negation أولا when you have a question. And what happens to the verb? ما كنقيسوش، ما نصرفوش. Alright? الباست سهل من البريزنت. انا عارفه البريزنت خدا لنا مده طويله حيت هو الاساس وعلي غنتبازاو سيمبل باست راه بحالو اي بلاصه ما نقولو دو غنقولو ديد بلاصه ما نقولو داز كنقولو عاوتاني ديد وكنبلوكي ذا فيرب ما نصرفوش الفعل. alright now let's move to the last part. alright now the last part is about the keywords, the signals, الاشارات of past simple. ولابدا كل طون كل tense عنده قاعدة والإشارات ديالو. ملي كنقول for example sometimes never usually هنا هادو قريناهم شفناهم في simple present. دابا كيفاش نخرجو simple past؟ past باش غادي تعرفوه في الجملة أو لا we would like to speak using simple past. غيخصنا هاد keywords like yesterday البارح البارحة باينة is the past. yesterday I called you. I waited for you. Okay? كنخدمو past. أولا كتكون كلمة last. last هي الماضي. انتبهوا معايا هنايا. last it's like ago. إلا قلتي last بحال قلتي ago. ولكن مكانهم في الجملة كيختلف. last comes at the beginning of the sentence.
last كتجي في أول الجملة. Last week I went to the gym. Okay. الأسبوع اللي فات ذهبت إلى شي بلاصة. Okay. Now ago كتجي في آخر كلمة. At the end. Oh sorry. آخر الجملة. At the end of the sentence. For example, a week ago. هنا بدينا last week. Ago كتجينا في الآخر. A week ago. 2 weeks ago. I went to school. ولا I went to the gym a week ago. Ago فين جاتني؟ آخر الجملة. So the difference, last كتجي في أول كلام, ago كتجي آخر الجملة ديالنا. هادو هما الكيورد السهلين ماشي بحال simple present كان فيه بزاف. So simple past we have yesterday البارحة, last and ago الماضي. Now أو أي تاريخ, any date in the past. شفتو شي تاريخ date but this date is in the past, automatically you will have to use simple past. بحال دابا كتبت لكم 1985 اوتوماتيكمون غتفهم اللي راه غديروا simple past. In 1985 I had my baccalaureate for example. Okay, يعني شي حاجه في الماضي. ما غادي نستمروا في الدرس ديال past simple. قلت لكم بلي غنعطيكم واحد الطريقه سهله كيفاش يمكن لكم تحفظوا the irregular verbs list. Okay, so let's start. You have begin, drink, swim. فاش كيتشابهوا؟ They have one letter in common which is I. هاي عندنا I, I, I. Okay, so what happens here? لي فيرب الافعال اللي فيهم اي اون جينيرال ما نعممش. اوكي عامة حيت كاين بعض الاستثناءات ولكن القاعده العامه هي هذه. So when you have I كتولي لينا A. So begin, began, drink, drank, swim, swam, sit, sat, give, gave. كاين بزاف لقيتو اي ردوها ا. اوكي ناو spend, send, lend. They have one letter in common again. عندهم واحد الحرف كيتشابه شكون هو؟ دي. واه دي. So when you have D at the end it becomes T. كتولي لنا تي تي. So spend يقضي spent, send, sent, lend, lent. So what is the rule, شنو القاعدة؟ When you have D at the end في الاخر كنرجعوها T. اوكي حنا كنحاول نقصوا علينا لو ماكسيموم من الافعال ديال irregular verbs حيت هما اللي كيخربقوا لنا الهضره وحتى في الامتحان. ولكن سهله دابا قلنا ياك اي كردوها ا و دي كردوها تي. نشوفوا دابا blow, grow, know. شوفوا باش كيتساليو او دبليو. ما فاش كيتشابهوا دبليو اش غتولي او دبليو في السيمبل باست؟ غتولي اي دبليو. انا غنطقوها بلو ماشي بليو. اوكي بلو. grow, grew, know, new. اوكي سو او دبليو كتولي اي دبليو. burn, learn, dream كيتشابو في واحد الحرف الاخر nasalized ان ان ام. So when you have N or you have M at the end of the word, ملي كتكون N ولا M في آخر الكلمة ولا الفعل, زيدو. You add. سوف نضيف T. سوف تقولي لنا burnt أحرق. Burnt. Learned. هذه عندكم اختيار. Learned ب T or ED. So ممكن تكون هكا أو لا هكا. So it can be regular or irregular, no problem. المشكل اللي عندنا اللي خاصنا نعرفو ملي كتكون ام ولا ان في اخر الفيرب خاص نزيدو تي. dream, dreamt. او ملي كتكون ان 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 زدنا تي. alright. and then you have feel, sleep, keep. عندنا جوج الحروف كيتعاودو ياك double letters here double e. now الا شفتو double e غتخليو غير وحده وفي الاخر زيدو تي. so you have feel, I'm going to take one وغنزيد T. الو هادي دبل E ياك. شنو قلنا غادي نديرو؟ ناخدو غير وحيدة E و at the end في الاخر غادي نزيدو T. sleep هاي one E
slept. Keep double E خدينا غير وحيدة وغادي نزيدو T kept احتفظ. Alright, so double E ديما حيدو وحدة وفي الاخر زيدو T. Sweep كيمسح swept double E one E T at the end. Now these verbs هاد الأفعال اللي زدتهم هنايا they don't change, they stay as they are كيبقاو كيما هما. Hurt يجرحو, hurt, let, hit, cut, read. ولكن هادو تنتبهو, read كتبدل غير في pronunciation, just في النطق في pronunciation. لاحظوا هنايا hurt it's okay, let, hit, cut, beat, put, cast and shut. ولكن for read in the past كنطقوها read. For example دابايا in the present I read a book. Present I read a book. Now in the past البارح قريتو ساليتو نقول لك I read the book. I read like the color red بحال الاحمر اللون الاحمر. اوكي سو غادي الكتابه غتبقى كي هي 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 ولكن النطق غنطقوها read. Read read in the past. اوكي الوغ كتبدل غير النطق, الكتابه خليوها. Put cast shut كيبقاو كيما هما بطبيعه الحال. So what happens here, no change, ما يتبدل والو. No change, نخليوهم كيما هما. Alright, now هذه القاعده اون جينيرال. I'm just going to give you, نعطيكم واحد الاكسبشنز في الاخر. We have two different exceptions with the bonus, اجي نشوفوهم. Alright, now I just wanted to give you the last part that we have with the irregular verbs. بغيت نعطيكم واحد الحاجه بسيطه عندها علاقه مع الirregular verbs, هي خاصها شويه الحفاظه ولكن سهله. شوفوا معايا هنا, you have bring, buy, fight, seek, teach, think, catch. ما كيتشابهوا في والو ولكن past simple ديالهم كيتشابه. Look what happens here, can double consonants. For example bring غنبداو بالحروف الاولانيين ديالها. شنو هما الحروف الاولانيين؟ you have b and r. صافي اللي موراها ملي كتولي i it's vowel. حنا قرينا الفاولز, اللي ما عارفهمش ها هما الفاولز. So vowels in English we have a e i o and u, هادو هما الفاولز. حنا لا, اللي بقى كيتسمى consonants, كناخذو لي كونسون واللي بقى كنحيدو. So B and R they are consonants, هما ما كاينينش هنايا ولكن I ها هي كاينه هنا. صافي انفو كنبداو فاول كنضربو على كلشي وكنعوضوه ب A و U G H T. نكتبها. So bring ها هي B R واللي بقى غادي نردو A و U G H T. اوكي وغنطقوها brought. اوكي bring جيب. اوكي bring me water, جيب لي الماء. In the past he brought me water. Okay? Buy. عاوتاني غنبداو بالكونسون. فين هو الكونسون الاول؟ buy. ولكن اللي بقى it's a vowel. هاي خدينا B واللي بقى غادي نديرو له U G H T. Okay? Let me just write it much better. U G H T. كناخد غير لي كونسون الاولانيين في الفيرب واللي بقى كنردوه U G H T. ولكن هاد الافعال خاصهم يتحفظوا. Okay? Fight again فينا هو consonant, هو F, هاي درنا F, من اللي بقى بقى لنا vowel. So كل شي مشى وغردوها U-G-H-T. Fault okay يتشاجر. Seek I have S ها هي ولكن E it's a vowel, نضربو على كل شي وغادي نعوضو U-G-H-T. Sought. Teach هاي عاوتاني غنضرب consonant T ها هي واللي بقى لي جا موراها it's a vowel, الوغ كلشي غادي يمشي وغادي نردوها. شوف واش غيوقع هنايا, ماشي O, غنديرو A A U G H T. غتقولي علاش A ماشي O؟ غنقولك سهلة. شوف هنايا bring كاينة A؟ لا. buy كاينة؟ مكايناش A. fight مكايناش A. seek مكايناش A. teach واش كاين حرف A؟ A yes ها هو. الو هذا هو الاستثناء الوحيد, ملي كيكون شي واحد من هاد الافعال هادو فيهم ا كنخليو الا ديالها بلاصه الاو. هل هذا عندنا A U G H T بلاصه ما نديرو O U G H T. اوكي think غناخدو لي كونسون الاولانيين فينا مال كونسونانس
T and H. هاي TH من اللي بقى صافي الفاول غنديروا لها U G H T. غتقولي ساره مالكي ما درتيش ا U G H T U G H T. غنقول لك لحقاش الفيرب هو هنا ما فيش ا، ولكن شوف هذا كاتش، نتوما غتخدموا على دابا ياك. يلا كاتش، ناخذ الكونسون الاول اللي هو سي. فوالا، واش كاينه ا هنا؟ يس كاينه ا، ها هي. دونك كلشي غادي يمشي وغنردوها ايو جي اتش تي كوت. دابا القصه هنايا خاصكم تحفظوا هاد الافعال هادو، واي فعل فيه ا غتردوها ا يو جي اتش تي ايو جي اتش تي، واللي بقى القاعده العامه راه هي او يو جي اتش تي. دونك هادو غنحفظوهم، ولكن راح يدنا اكثر من نص من الافعال ياك. Now these are just a bonus, just wanna give you additional verbs. افعال زايدين ما تابعين حتى شي قاعده، ولكن كيكونوا في الامتحانات اولا كنستعملوهم in communication, right? So you have be. Be in the past it becomes شفناها ياك، شفنا السينجولار ديالها والبلورال ديالها. So you have be becomes was or were, right? Now have in the past كتولي لنا had. Excellent. يلا do it becomes did. Take it becomes took. Find هيا قلت لكم ولا بدا عندنا استثناءات على حدتو هنايا، ماشي جميع الافعال اللي فيهم كردوها ا. سواء بعض اختلافات غير شي جوج ولا ثلاثه هما اللي كاينين، ولكن الاغلبيه راها اي كتولي ا ان ذا باست. ولكن هنايا استثناء find وجد ان ذا باست found ماشي finded. اوكي هادو غير من الاغلاط اللي كنشوفهم عند التلاميذ ديالي، حطيتهم باش ما تطيحوش فيهم عاوتاني. اوكي found make in the past made like made in China made in I don't know drive in the past drove alright drove go in the past went leave taraka كيتي in the past left. عقلوا عليها مزيان حيت كتلف left. write in the past wrote. غنحيدو غير اي وغنديرو او wrote. meet عندنا دبل اي نحيدو وحده وغنطقوها met. I met him yesterday تلاقيت به البارح. اوكي I met. run you have you غنحيدو you and it becomes a run. run speak in the past واقيلا بزاف اللي كيعرفوها سهله spoke. spoke take in the past took. عاوتاني لا yeah it's okay it's repeated no problem. tell in the past told. he told me she told me قالت لي. okay اخبرتني told اخبر. هادو غير بغيت نزيدهم باش تراجعوهم شي شويه، باش نقول لكم بلي لا ليست مازال فيها الافعال در يو نيد تو ليرن اللي خاصنا نحفظوها، ولكن الاغلبيه على الاقل عرفنا شي وحدين فيهم قاعده. alright now let's have an exercise about past simple. دابا غادي نشوفوا واحد التمرين ديال past simple. you have put the following verbs into the past simple. غنحاولوا نوضعوا هاد الافعال هادو نصرفوهم في الباست. so you have number 1 I played soccer yesterday. I have yesterday. هذا هو الكيورد اللي كيخلينا نعرفوا واش غنخدموا present or past or the future. اليوم غادي نشوفوا غير past simple، من بعد عاد غادا ندير لكم a mix up between present past and future. so كلشي غنخدموه في الباست. I play soccer. so play in the past راه regular verb تبع القاعده الاصليه. الوغ شنو القاعده ديال simple past؟ كنزيدو غير ايدي. so you put ايدي. alright I played soccer last night. number 2 she swim last week. swim ده نوع القاعدة عقلتو drink swim give sit اللي كتكون فيهم اي في الباست كردوها ا. so you have swim in the past swum. alright number 3 you watch the news or you hear the news. so what happens here I have a question. حنا ديجا قلنا غنصرفو كلشي in simple past. so when you have a question
خاصنا an auxiliary شنو هو الاوكسيليير اللي غادي نجيبو simple past هو did الان نقولو did you watch the news of course you take off the parentheses the brackets اوكي كنحيدو الاقواس باش نصرفو did you watch the news we not write the lesson عاوتاني I have not ملي كيكون عندنا question او لا not كيخاصني معاهم the auxiliary did and we block the verb ما كنصرفوش الفعل ديالنا alright so did هيا لاحظوا did وقتها جبناها حتى شفنا question وشفنا the negation not number 5 they know it no عقلتوا على الافعال اللي كيسريو ب او w شكار دون في past simple ew الو غنديروا لها هكا e صافي ew I knew it نحيدوا الاقواس alright now you have number 6 he dream about you dream about عقلتوا الافعال اللي كيسريو ب ام ولا ب ان اش كنديروا ليهم غادي نزيدو t alright so you have he dreamt about you okay ما نحيدو والو كنزيدو t number 7 I hurt myself hurt قرينا هذا جا قلنا ما بين الافعال اللي ما كتبدلش سو ما نقولوش I hurted myself I hurt myself سو ما نبدلوهاش غتبقى كما هي no change لعقلتو على no change alright number 8 Mary be absent so you have be قلنا كتكوني إما was يا إما were شكون اللي كتجي مع singular حيت Mary it's singular so غنقولو was ولا were Mary was singular okay was كتجي مع المفرد okay it goes only with the singular Celia have a dog So what is the past of have? كان عندها had شفنا هاد الافعال هادو ياك خاصها شويه مراجعه So Celia had a dog كان عندها dog Number 10 we walk away It's regular غادي نزيدو غير اي دي we walked away سو نزيدو غير اي دي alright ملي كتكون كا بلس اي دي هادي نطقو هادي alright so مسكو عندنا كا بحال look looked pick picked walk walked so ملي كتكون كا حداها او دي ديك الاو دي نطقوها تي alright so that was the exercise of today هذا كان هو الدرس ديالنا اليوم على past simple in general اذا تبعتوا الدرس كامل ديال simple past اللي هو هذا في الانجليزيه شنو وقتاش نستعملوا simple past وكيفاش نستعملوه كقاعده والاشارات ديالو بالنسبه للتلاميذ اللي كيدوزوا امتحانات الخدعه اللي عطيتها باش نكونوا متفقين هي فقط للتحدث هي باش نهضروا يعني التلاميذ اللي غادي يستعملوها في الغرامير في امتحان راه خطا 100% ما دايزاش تقدر تدفعكم شي شويه في الرايتين اوكي الا ما عرفتوش شي كلمه في الباست وبغيتوا تعتقوا راسكم وهذيك الكلمه هي اللي بغيتيها انت وصافي يمكن لك تستعمل هذه القاعده هذه ولكن راه خاصه فقط الهضره للتحدث ما تستعملوهاش في امتحاناتكم صافي يعني ناخذ حنا قلنا بوزيتيف فورم نيجاتيف اند كويستشن سو بوزيتيف فورم قلنا السبجكت عندنا مثلا هو شي سو از ذا باست اوف سي اوكي اللي حافظ ريغولار فيربس تبارك الله عليك غتقولها ديريكتومون سو اوكي ناو شي سو ذا موفي تفرجت في الفيلم اوكي نيجاتيف فورم شي ديد نوت قلنا كنجيبو ديد مع نوت وكنصرفوش الفعل اوكي دونت كونجوغيت ذا فيرب شي ديدنت سي ذا موفي ما تفرجتش في الفيلم ناو السؤال واش هل ديك كلمه هل هي ديد ديد شي سي ذا موفي لاحظوا الاصل ديال الفيرب راه هو سي ولكن ملي كتسبقو ديد اش كيوقع للفيرب الا لاحظتوا ها هي ديد سي انا مكيناش ديد عليها تصرف اذا ملي كتكون ديد ما كنصرفوش الفعل وهذه الخدعه ديالتنا حتى في البوزيتيف فورم حيت حنا في النيجاتيف فورم ساهله نقولوا didn't go didn't play didn't leave باك يمكن لك دير شورت فورم طبيعه الحال didn't الوغ يجيب اي فيرب وحطو ما كيتصرفش اصلا سو ذا بروبلم از هير حتى هي سهله اش غتقول غتقول شي ديد سي ذا موفي صافي شي ديد نو ذا انسر عرفات الجواب
الا انا ما عرفتش شنو هو الباست اوف نو الا تبعتوا في الدرس ديالنا اليوم باللي الافعال اللي كيساليو ب دبليو او لا او دبليو شكر دون في الباست اي دبليو هي الى حفظ القاعده غتكون احسن ومرتاحين اكثر ولكن هادو باش نعتقوا راسنا في الهضره ياك سو ديد سي ديد نو ديد جو مشيتي للمدرسه البارح ديد يو جو ديد يو جو تو سكول بغيت نقول لك انا مشيت جو غنرد في الباست ولكن ما عرفتش غنقول لك يس اي ديد جو ما صرفتهاش الوغ ديك ديد راه كاينه ديجا في الجرامر هي للتاكيد تو ميك شور اوف سامثينغ ولكن حنا بغينا نتعتقنا دابا غير باش نهضروا في السيمبل باست اللي محتاجينه باش يتكلموا به في هذه الوقيته هذه ولكن كتبقى نصيحه ديما نحفظوا الايريغولار فيربس هذه غنتعتقنا الا نسينا شي فيرب ان ذا باست alright لا ليست راه شفناها راجعوها وحفظوها بشويه عليكم قاعده عطيتها لكم بسيطه و ذا ريست جيبوا غردين ونقول لكم جيبوا اني فيرب يو وونت اي فعل بغيتو الا كان شي سؤال كتبوا لي في الكومنتس كومونتير لتحت ونجاوب عليه ماشي مشكله ثانك يو سو ماتش انا ويل سي يو ان ذا نيكست فيديو باي باي